شوفوا طبعا انا الحين حاطه مكياج على شفايفي وعلى عيني، وجهي نهائيا لا فونديشن ولا شيء ولا كونسيلر حاطه تحت العين. بنات هذا الشيء لا تطوفونه، حق البنات اللي تبي تحافظ على هذه المنطقه اللي حولين الفم. تبارك الله ترى لا فلور ولا بوتوكس لليوم. انزين وتحطين شوي، تفتحينها مثل كبسوله داخلها جل، شايفينها؟ وتسوون كذي تحطونها هني وتطبطبون هني. طبعا هاي مرتين بالاسبوع بس تستخدم، قويه الكبسولات عجيبه. وتسوين كذي، الحين ترى بحط كومباكت بس ما احب انا احط فونديشن كل يوم، وتحت العين بهذا الاصبع تسوون كذي طبطبه. وهني بعد انا شايله الافكت ترى، شفت تطبيقه ولا اسهل اي وقت خلال اليوم. يعني الحين بطلع مثلا، انزين حطيت مكياج الاساسي، حطيت هذه الحين اخر شيء بحط الكومباكت كذي، تحطون هني على حوالين الفم خاصة حق تجاعيد الابتسامة تحت العين نفس ما رويتكم، وتطبطبون هذه الطبطبة الخفيفة. طبعا انا شايلة الافكت اساس لا يغير ويحورف بالملامح، وشايفين بهذه الطريقة خيال. شوفي يعني حتى ما حط كونسيلر عشان مبين صح عجيبة. وهني تطبون بعد كذي، طبعا الملمس بلحظتها تشوفين الملمس مخملي عجيب، التجاعيد تبتدي تتقلص مع الوقت، تخف 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 بشكل كبير. علبة تصير شي صغيرون، الحين راح اراويكم شكلها. بنات اخذوها لا تطوفكم، مرتين بالاسبوع كلها تحطونها بس. تفتحين كبسولة تستخدمينها تقطينها، المرة اللي وراها بالاسبوع نفسه تستخدمين كبسولة ثانية بس مرتين بالاسبوع. خيال، اسمها نيو لوك امبولز، امريكية. وامانة صراحة بسألكم سؤال وبكل مصداقية، احلى بافكت ولا بدون افكت؟ هذا بدون افكت طبعا، غير ملامح ولا يوسع ويصغر الخشم ويفتح ما ادري شنو، يعني الافكتات هذه. زين انا قررت اطبق اليوم من غير افكت بس. بنات دائما الالتزام، انا انصحكم بالكبسولات هذه، الكبسولات اللي داخلها جل رائعه. انا احب لك طريقتهم، حتى حق سفر بروح شاري بروح ما حات حتى لما ينفتح بالجنطه، فاحب دائما تكون عندي هالاشياء هالانواع، يعني كبسولات امبولات هذه الاشياء احرص احطها، وخاصه اذا كان استخدامها بسيط مرتين بالاسبوع ما يحتاج وايد مجهود.